السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الفل عليكم أينما كنتم في أي مكان في العالم كله. شوفوا يا جماعة، النهاردة في فطار بجد، هو يعني أنا حاسس إن هو جديد يعني الفطارات المعتادة قبل كده اللي إحنا جبناها. اللي عندي أنا هنا مميز النهاردة إن إيه، عسل وحاطين عليه زبدة رائعة، عسل أبيض وعليه زبدة رائعة. اللي ياخد منها، اللي ياخد معلقة عسل من دي وعليها نص معلقة زبدة حتى في الصبح، عمره ما هيهبط طول النهار. ومعاها كمان في الطبق، نفس الطبق ده، قشطه فلاحي مصريه، قشطه جاموسي فلاحي مصريه. خلاص، وطبعا احنا ما بنقدرش ان احنا نشتغل ولا نفطر من غير طبق الفول، او نتعشى من غير طبق الفول. خلاص، وفي طبق عيون بيض عيون روعه جدا، متزوق بالطماطم والبندوره او البندوره او الزيتون. خلاص، زيتون مخلل. وفي هنا لانشون حلوى، لانشون احسن ماركه لانشون، يعني ده الدكاتره بتوع سهيله في الكليه بيكلموهم دايما على اللانشون اللي نضيفه على الاكل الحلو. وفي هنا جبنه بيسموها جبنه ثلاجه، جبنه برضو ماركه جايبها كده، جايبها من مترو، جميله جدا. تمام، وفي بطاطس الشيبسي، وفي كوميج. في كوميج هنا، انا الكوميج ده انا بعشقه يا جماعه، ده الاكله اللي هي الأصلية أو اللي هي الفولكلور، أو في الفولكلور المصري. الكوميك ده طبعا بيبقى عيش أبيض، مش عيش أسمر. خلاص، أهو شوفوا يا جماعة، هجيب لكم الرغيف. هو كوميك أو يعني هو الخبز بتاعنا. ده الأكل الرسمي للفلاحين. الكوميك ده يا جماعة بيعملوه يوميا في البيوت هنا مع الفطير. هما بيعملوا، بيقول لك ليه الفطير بيعملوه الصبح للناس اللي راح تشتغل في الغيط، لانه في نسبه دسم عالي جدا، فبيكفي الواحد طول النهار يفضل شقيان يشتغل. اللي الله يعينهم الناس الفلاحين، يشتغلوا طول اليوم وهم شايلين الفاس وكده ايه. وبالتالي انا اتكلمت كتير، وانا ابدا بقى. بسم الله، ببدا بالجبنه ده اهي. الجبنه دي جميله جدا. الله، من زيتونة. ده جبنة روعة، حاجة الجبنة دي روعة يا جماعة، روعة. الله، بجد ممتاز. ممتاز الجبنة، ممتاز. حلو حلو والله. طيب، نخش بقى على طبق الفول ده اهو، نشوف كده، نجربه اهو. طبق فول ما حصلش. زيت الزيتون بالليمون، حاجة روعة، حاجة روعة. طيب، ناخد بقى هنا، هو بقى البيضة دي. سيادتك تقوم حاطط البيضة كده، حضرتك اهو. شوفوا يا جماعة، اهو عاملة حتة الجبنة كده جواها. الله، جبنة جميلة أوي يا حاج، جبنة جميلة أوي والله. لا، أعمل لك أنا حتة منها. استنى، لا استنى يا حاج، تعالي لو سمحت. أهو الدكتور قالت المسؤولة تهتم بأخلاقها شوية. خلاص، استنى، ادي المبطق، ادي لها زيتون. البيض جميل قوي يا حاج، والله البيض كمان، البيض شوفوا، البيض عجبني جدا. هاخد واحدة كمان، البيض روعة روعة. بصوا عامل ازاي ده يا حاج. الله، شوفوا بقى يا جماعة،
انا هقول لكم على الحركه دي. بص بقى، دي معلقه قشطه على ايه، معلقه عسل بس كبيره اهي في الكوبايه، ونحط عليها اللبن اللي بيغلي زي ما انتم شايفين كده، شوف المنظر. دي اللي انا شربت ديت اول امبارح، فضلت جسمي طول النهار في التلج ده سكر. اهو 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 اهي يا حاج. اهو اللبن اهو سخن بيغلي اكنك بتعمل شاي. بص بقى المنظر، ما عندكوش على مدى الاستمتاع النفسي لما تعمل الحركة دي الصبح. شوف، معلقة قشطة ومعلقة عسل ومعلقة الحليب دي اهو. اللهم صل على النبي. يا حاجة ايه، حاجة ايه، انا ما اقولكش على طعمها والله. اهو قاعدين ناس حرامية قاعدين جنبي. يا ابيض، شفتوا بيبقوا ناس كده يعملوا حاجات سخنه ويحط عليها حاجات بارده، يحط عليها مثلا جيلاتي، حاجات معينه كده. هي ايه؟ قولي لي، فكريني كده. يعني ممكن تجيب حاجه سخنه طالعه لسه من الفرن، وتحط عليها مثلا معلقه زبادي او معلقه قشطه. انا بعشق القشطه البلدي يا جماعه، والله العظيم بعشق ان انا اكل سمنه بلدي حاف كده، اصابع كده بالمعلقه سمنه بلدي وعليها حته مرطه، دي احلى فطار في الدنيا كلها. اهو انا لسه ما رحتش عند اللي هم شافوا النهارده عامل ايه. من واحده صغير عشان نظبط الرغيف، ومعايا الزيتونه حلوه، ممكن بقى نحط ده معاها كده. مفهوم؟ شايفين يا جماعه الجمال؟ اللهم صل على النبي. والله فطار ملوكي. منظر ال لسه انا جاي لك يا حبيبه قلبي، انا بكلم الزبده والعسل يا جماعه. احلى طبق تشوف عينيك بقى، واحلى اكله تاكلها الزبده على العسل دي. حبيبة قلبي، الزبدة والعسل. أكلها؟ عايزة إيه؟ خدي دي، إدي لماما، أكلك يا واحد. الله، ايه الحلاوه دي بجد. انت ديك شفته من دي رهيبه يا سيدي، 5 مرات والله. رأي اخواننا السعوديين مره. لا، انت بتاكل حاجة طبيعية ما شاء الله. طالما الواحد بياكل حاجة طبيعية من الطبيعة على بقه على طول، ما صنعش والله ما يخاف. الخوف كله مثلا يعني من اللانشون مثلا، مع ان احنا جايبينه ماركة نظيفة، يعني ماركة ممتازة يعني. اهو عايز بقى اخد بقى ايه الحب كله حبيته فيه اهو يا جماعة. تقوم واخد بقى حتة الزبدة كده، بقول لكم عيش وممكن نغبر، بس ده عيش الابيض برضه جميل اهو والجمال. خدي حتة بقى اهو، شوفوا يا جماعة حتة الزبدة كده، تاخدها كده بس الزبده تكون على البارد، ما تسخنهاش ولا حاجه ولا تسيحها.
يبقى باظت كده. شوفوا يا جماعه اهو البارد، يعني ما تبقاش بدرجة حرارة الغرفة. اها مين تنزل؟ يوم طلع النبي شرحت قلبي. يا الله اللهم صل على النبي. استعد استعد حاجة. ايه يا جماعة؟ خطير. ايوه الزبدة اه متخيل تعمل جواز. والله معلومة علمية يا جماعة، أنا جبتها من كتاب جنب هنا. معلومة مطبخية. أكلية. أنا بقى كمان هعمل حاجة كمان، أنا هعمل حاجة كمان، بس أنا عايز آخد الحتة دي كمان، لأن بصراحة يعني هاخد كمان حتة صغيرة كده. العسل ده اهو بصوا بالزبده اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. ونقوم بقى عاملين ايه بقى؟ حركه بقى بنت لذين ومعلقه قشطه كده بقى. النبي يا جماعه بس ما حدش يقول لا، قول الله اكبر وخلاص ربنا يسترها معانا اهو. احنا محتاجين في البرد ده يا جماعه يعني اهو، احنا بقينا في روسيا. اسكندريه نزل فيها تلج. عروس البحر المتوسط نزل فيها تلج حبيبتنا. قولوا جمال الله. اعمل لك واحده بقى كمان. تقول لي يا جماعه والله العظيم انا سعيد جدا بيكم النهارده في الفطار العظيم ده. مش عايز اطول عليكم طبعا، وبشكركم جدا جدا، وربنا يكرمكم يا رب كلكم تبقوا صحاح سلام وعافين يا رب من اي حاجه وحشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان انا بقى الاكل ده عايز اخده اهو.